سالو، هنتعلم مع بعض تصريف الميت فعل. هدول اللي اخذناهم من قبل بالقناة، بتلاقوهم موجودين ابتداء من اول فيديو لغاية الفيديو 11. بالفيديو 11 بتلاقوا الميت فعل موجودين مع بعض. هنتعلم تصريفهم بالزمن الحاضر بخيزون. هلأ نحن هذا الزمن شرحته بالقناة بالتفصيل، بس هلأ مثل التمرين حناخد انه نحن نصرف الميت فعل. اول شي في عنا كان هدول القصص، هيك الفيديو كان بيتضمن انه كيف بنستخدم البخيزون. هذا الفيديو الاول، البخيزون في له فيديوهين، كان في عنا افعال مجموعة اولى وتانية وتالتة. بهذا الفيديو ححاول صرف كل افعال المجموعة الاولى اللي نهايتهم اير من ضمن الميت فعل. هاي الحالات كانت اللي بتجي مع البخيزون، بس نشوف هدول بنعرف انه هذا الزمن الحاضر. هي افعال المجموعة الاولى، كانت الطريقة هي انه نحن نحذف الـ ER النهايات ونعوض بـ E E S E O N S E Z E N T. كله مشروح بالتفصيل بالقناة. مثل هذا الفعل امي، بنحذف الـ ER ومنعوض بالنهايات هاي. طبعا في ملاحظات كان استثناءات من القاعدة، هي انه مثلا الـ أكسون، الافعال اللي بيكون فيها E أكسون نعكس بتصير او اكسون غراف، بتكون بهذا الشكل، بعدين تصير او اكسون غراف بكل شيء الا مع النو والفو، مثل كومبليتي جو كومبليت. طبعا هم بحذف الاو اير وبحط هدول النهايات وبعكس الاو اكسون بكل شيء الا مع النو والفو. طبعا حناخد امثله من ضمن الميت فعل حيبينوا معنا. كمان القاعدة الثانية اللي اعطيتكم اياها الاستثناء، انه لما بنشوف فعل نهايته او تي او او لي بنضاعف حرف ال ال او التي مع كل شيء الا مع النو والفو، مثل جوتي وابولي، مضاعفين التي والال مع كل شيء الا مع النو والفو. عندنا كمان الحالة الايغريك، لما بنشوف هيك فعل فيه اوي او اي تتحول عنا. هلا بتشوفوا كيف مثل هدول، مثل باي مثلا حناخد اسي او انفاي. شو بنجي بنعمل؟ نحذف الاو اي وبنعوض بالنهايات او اس او ان اس او زد او ان تي. وزائد كمان شغله اضافيه، تتحول الايغريك لاي بكل الحالات الا مع النو والفو. كمان هذا حناخد مثال عليه. في عندي كمان الحالة الرابعة هي مونجي، اللي نهايتها جي مثلا، بوجي مثلا، اوقات منشوف مونجي مثلا. بتكون في عنا حالة انه احنا بنحط او بالنو بعد الجي حتى ما تصير مونجون، بتصير مونجون بهي الطريقة. كمان في عنا الآلة في إله تصريفه، شرحته هاد الشي بالقناة. هلأ شو اللي حيصير؟ إنه أنتوا حتراجعوا الفيديو اللي بيتضمن هاد الشي، وحنصرف مع بعض الأفعال. هناخد فعل فعل من هدول اللي نهايتهم إير. أول شي مثلا هناخد أول شي في عنا تخوفي، حأشرحه على السريع بعدين ناخد الباقي الأفعال. تخوفي الطريقة تبعه هي كتير بسيطة، بيجي بجيب الـ ER بحذفه وبعوض بالنهايات E E S E O N S E Z E N T بكل بساطة. حنشوف أمثلة، هدول أنا جهزتهم من قبل، طلعوا من ضمن الميت فعل. هون من ضمن المية في عندي 65 فعل نهايتهم اير، يعني اذا حفظتون بتكونوا خلصتوا من قسم كبير من الافعال. هلا اللي حاعمله اني انا حاشرح على الامثلة هدول.
جيت حطيت الأفعال تخوفي دوني باغلي أمي بالمصدر. هلا الخط صغير بس حطوا الشاشة على العرض حتى يبين كبير. وحطيت ضمائر الفاعل اللي نحن بنعرفهم جو أو جي أبوستروف، مع مثلا الأفعال اللي بتكون بدايتها حرف صوتي مثل أمي تو إل إل أون. هي الأون يعني هي مثل النو بس بالأغال، كتير بنستخدمها بالشفهي بس بتاخد تصريف الإيل أو الإيل. فو إل أفيك إيس إل أفيك إيس. شو بنيجي بنعمل نحنا؟ أول شي بنشوف النهاية، النهاية بتكون أو إير، بنحذف الأو إير وبنعوض بالنهايات جو تخوف تو تخوف إل تخوف نو تخوفون فو تخوفي إل تخوف أو إن تي. مثال تاني دوني، بحذف الـ ER وبعوض je donne E tu donnes ES. هما من الفوز الـ S يعني بنقول je donne tu donnes il elle on donne nous donnons vous donnez il donne ENT. هلا هما من الفوز الـ ENT نعتبرها donne، يعني لاحظوا انه هون نحنا بنقول je donne tu donnes il elle on donne il avec s il avec s don كلياتهم don بس عم تختلف الكتابة. باغلي نحذف ال er وكمان نفس الشي منعوض بالنهايات هدول اللي شايفينهم. فيكن انتو تعدوا تتدربوا عليهم تكتبون، كتير بسيطين يعني، وتتأكدوا من الفيديو من الأجوبة. هلا اذا بدي اخذ كمان امثله، في عندي هدول في حالات عم بتكون شوي جديده، اذا مرقوا معنا حخبركم عنهم. بس هم ما فيها شي نفس الطريقه، دوموندي كمان ما فيها شي نفس الطريقه، ليسي نفس الطريقه، غيستي نفس الطريقه. هكفي فيهم. بونسي كمان نفس الشي، ريغاردي اريفي. هلا هون الاريفي بس انه هون ممكن لازم انه نحن نعرف انه هون بنحط جاريف جاريف، يعني ما فيني انا اجي اقول مثلا اذا كان عندي جو و امي، ما فيني اقول جو ام، بقول جيم. هيك لما بيكون في عندي هاد بده تصريف بقول جيم. وكمان نفس الشي اغيفي جاغيف بقول tu arrives il arrive nous arrivons vous arrivez il arrive ent. شيخشي كمان نفس الطريقة ما فيه اي شي غريب. هون في عنا بوختي كمان نفس الطريقة، نحذف الـ er ومنعوض بالنهايات. انتخي هون بس الملاحظة انه هون جونتر، هون ما في اي شي بيتغير نفس الطريقة. هون بس في عندي ملاحظة صغيرة هي الكومونسون، هون في عنا سي سي دي، ما فينا نحط السي هيك مثل ما هي، بنحط لها هيك مثل الهمزة حتى ما تصير كومون كون، بتصير هون كومونسون اللفظة. هون بس انتو ممكن وقت تصرفوا هيك تعلموا بلون حتى يبين معكم، بس مع انه نحن بنعمل هيك، اما الباقي بنضل ثابتة. عندي هون مونتري كمان نفس الطريقة، اغيتي هون بس الملاحظة انه انا بحط جاغيت نفسه. جوتي هون في حالي هي عبارة عن اوتي، نهايتها اوتي يلي انا شرحت لكم اياها. منضاعف حرف التي بكل الحالات بكل الضمائر الا مع النو والفو، بتصير تي وحده. وطبعا معود النهايات او اس او اون اس او زد او ان تي. مونتي كمان ما فيها اي شيء. ايكوتي هون ايكوتي هي جيكوت بس هي ملاحظتي وبتضل ثابته. كونتينيي هون الكونتينيي بس اللفظ شوي بلبيك، حيرالكن يا هون
Je continue. Tu continues. Il, elle, on continue. Nous continuons. Vous continuez. كأنه من أول نوية كأنه في إغريك هون نوية إل كونتينيو ما من الفوز الأو إن دي أجوتي هون في عنا بتضل هيك ما في أي تغييرات يعني مو صعبة جوي اللفظ بس شوي صعب تبعه حقرأ لكم إياها جو جو تي جو إل جو نو جوون فو جوي إل جو أو إن دي. بدي أعطيكم نصيحة إنه أنتوا تنزلوا هذا التطبيق عندكم اسمه لو كونجوغور على موبايلاتكم، هيك إذا صرفتوا أي فعل لتتأكدوا إنه صح أو غلط وخصوصي بأفعال المجموعة الثالثة بيطلع عندكم هيك، هو هيك بهذا الشكل بتكتبوا هون بالبحث عندكم أي فعل فينير مثلا بوفوار بارتير أو حتى الأفعال اللي بتكون بالمجموعة الأولى لنهاية إير بنكتبهم ونتأكد. بنشوف انه هون مثلا الازرق هو التغييرات على الفعل بس نشوفه هيك بالازرق يعني مثل ملاحظة، وبتشوفوا الازمنة اللي بتهمني من هاد كلياته الازمنة اللي ثلاثة بس بخيزون باسي كومبوزي فيتور بروش لانه فيه كتير ازمنة. هاد حنكفي هلا عندي هون مارشي كمان بسيطة نفس الشي عم بحذف الاو اير وعوض بالنهايات هدول في عندي غاردي كمان نفس الملاحظة كيتي نفس الشي تغني نفس الشي كريي نفس الشي بس اللفظ شوي هون صعب جو كري تو كري إل كري نو كريون فو كريي إل كري من كفي فيون بريزونتي ما فيو أي ملاحظات كمان سهل envoyer هون في ملاحظة وقت منشوف الفعل نهايته اوي هي اللي عطيتكم اياها اول شغلة بنعملها انه نحن نحذف الاو ار ونعوض بالنهايات او او اس او او ان اس او زيد او ان تي بس كمان في شغلة تانية بدنا ننتبه انه الايغريك بتتحول لاي بكل الضمائر الا مع النو والفو جانفوا كمان هون في عندي جي ابوستروف J'envoie, tu envoies, il, elle envoie, nous envoyons, vous envoyez, ou vous envoyez. يعني فينا نوصل الاس مع الاو فبتصير زد. Nous envoyons, vous envoyez, il avec s, elle avec s, envoie. Expliquez, مصعب كمان نفس الشي ما فيه اي حالة غريبة. Manger. فعل بينتهي ب جي فبس الملاحظة الوحيدة هي بحذف الاو ار وبعوض بالنهايات هاي بس مع انه خبرتكم انه منضيف الاو بحطها بلون تاني مشان ما انساها نو مونجون حتى ما تصير نو مونجون نو مونجون. في فيرب اللي اخذنا من قبل او بخيزون هو هاد فيرب اللي بس هاد الوحيد اللي بيكون هيك شكله نهايته او ار ومن بيتغير شكل الفعل يعني بيصير جو في تو فا إل فا نوز الون فوز الي إل افيك اس إل افيك اس فون وهاد يعتبر فعل مساعد مع الفيتشور بروش يعني بناخده هيك مثل ما هو وبعده بنحط الفعل بالمصدر فبيصير فيتشور بروش. بوجي بوجي هون الملاحظة انه الفعل عم ينتهي ب جي مثل مونجي بحذف الاو ار وبعوض بالنهايات هدول اللي شايفينهم بس في ملاحظة انه مع النو مثل مونجي منضيف او بو جون. بيي هذا الفعل يي نهايته مثل انفوايي شو اول خطوه بعملها اني انا احذف الاو ار واحط النهايات او او اس او او ان اس او زد او ان تي وانتبه لشغله تانية انه الايغريك بتصير اي مع كل الحالات الا مع النو والفو. اي دي هاد يعتبر فعل سهل ما فيه اي تغييرات يعني ما فيه اي حاله غريبه
أشتي هذا الفعل شوي يعتبر من الأفعال يلي هي غريبة ما في أكسون، بس باللفظ عم بيصير في أكسون. أشتي نهاية أوتي نهايته هون مثل ما شايفين، بس نحنا ما منضاعف حرف مثل جوتي، ما منضاعف الحرف هون، عم بيصير تغيير. بدكم تحفظوا لهذا التغيير، هو انه انا بقول جي ابوستروفون، كمان نسيت اقوله، جيد، جاشيت جاشيت، وفي هون او اكسون غاف، جاشيت تي ياشيت تي ياشيت، يعني بس انا مشدد على الاي، اشيت الى شيت، nous achetons vous achetez il achète، يعني مع كل الحالات عم تتغير الا مع النو والفو، عم بنضل بلا اكسون هون. بس بتنتبهوا انه نحذف الاير ونعوض بالنهايات مثل ما شايفينه، وزائد شغلة إضافية إني أنا عم حط الأو أكسون غراف بهذا الشكل هيك إلا مع النو والفو. على التدريب بيمشي الحال، منكفي هون. هون الأفعال بسيطة، كومتي عم نحذف الأو إيغ ونعوض، بلوري كمان نحذف الأو إيغ ونعوض، تليفوني نفس الشي، ألومي كمان نفس الشي. طبعا في كثير أفعال بالفرنسي، بس أنا اللي طلبته منكم هنين بس حفظ الميت فعل بتصريفاتهم بالأزمنة الثلاثة. إذا حفظتون ما عاد تحتاجوا إنه أنتم تتلبكوا بالقواعد وهيك، لأنه ما حتواجهوا أكثر من هيك أفعال، حتى وقتكم تحكوا ما حتستخدموا أكثر من هيك أفعال. هون في عنا أكسبتي، كمان بحذف الـ إيغ وبعوض بهي النهايات. كومبليتي هون بنشوف في او اكسون، بشوف الاو ار، بحذف اول شي الاو ار وبعوض بالنهايات، هي اول خطوة بعملها. بعدين بيجي للاكسون، الاو اكسون بعكسها بكل شي الا بالنو والفو، فبتصير جو كومبليت، مع اللفظ كمان بيصير هيك مع مطة، جو كومبليت تو كومبليت il elle on complete nous complétons، شايفين هي الـ E accent أقصر شوي تجي، nous complétons vous complétez il complète. gagner كمان عم نحذف الـ ER ومنعوض نهايات بكل بساطة، je gagne tu gagne il gagne nous gagnons vous gagnez il gagne. préparer هون شفت في اكسون، بس الاكسون هي بعيدة، يعني مو انه باخر الكلام مثل هون، فما بتتغير بتضل ثابتة، بس بحذف الـ ER وبعوض بالنهايات. هنكفي بالافعال، هنين كتار شوي، 65 فعل بس بكفوني انا هدول لحتى تكونوا ختمتوا البريزون. بس بهذا الفيديو حركز بس على افعال الـ ER، والفيديو الجاي حناخد الحالات التانية. تغميني ما في اي شيء، اتوديي بس هون انا اللي بدي اياه، انه هون جيتودي ما بقول جو اتودي، جيتودي. وكمان هيك كوبي كمان ما فيه اي شيء، ديبونسي ما فيه اي شيء صعب. ناخد كمان مجموعة، بوزي كمان هون نفس الحالة، بروبوزي نفس الشي، شوفوا هون كم او عم بيكون بشكل الفعل، بروبوزون. رونجي هون بنتبه انه مثل مونجي مثل بوجي، نهاية الجي، فبحذف الاو ار وبعوض بالنهايات هاي، بس مع النو بنتبه انه بدي ضيف او حتى ما تصير رونجون، حتى ما تصير رونجون، رونجي غونج. وبحط كمان ملاحظة انه هون ما انسى الـ E. remercier
كمان نفس الشي، قد ما كان الفعل طويل بس بحذف في الاير وبعوض هيك بالنهايات هي، وبشوف كيف لفظه بيصير. هي هون remercions remercier remercie. هنكفي فينيون، تقريبا قربنا نخلص. retirer بحذف الاير وبعوض. refuser كمان بحذف الاير وبعوض. vérifier كمان نفس الشي بحذف الاير وبعوض. habiter هون صحيح في اش بس بيجي انا بعتبرها كأنه مو موجودة، يعني بحط جابيت جابيت tu habites il habite nous habitons vous habitez il habite أو هون إلز أبيت، بعتبر كأنه هون ما في أش، يعني ما عم بسمع لفظة دغري مباشرة مع الأ. كويزيني بحذف الأير وبعوض النهايات. هون بدي تنتبهوا لآخر جزء في ملاحظات. بخفري لما بيكون في عندي اتنين أكسون ما بقرب على الأول أكسون، بس باخد التاني، يعني التغيير بيصير على التاني بس. préférer ER بحذف ال ER وبعوض بالنهايات. بعدين بجي بشوف الأكسون، بعكس الأكسون بكل شيء إلا مع النو والفو، بتصير بهذا الشكل je préfère tu préfères il préfère nous préférons vous préférez il préfère. يعني هون شوفوها عم تتغير بكل شيء إلا مع النو والفو. توشي هذا بسيط عم بحذفه وعوض. فيزيتي عم بحذف الإير وعوض. إسيي إيي آخرته الفعل، فأنا شو بجي بعمل؟ هلأ أنا ما بعقد حالي كتير بس بحفظ الميت فعل، إذا حفظتون كتير منيح، يعني إذا تدربتوا إنه هيك الإسيي هيك بتصير كتير منيح، يعني بتخلصوا من قسم كبير. بحذف الـ ER وبعوض بهدول النهايات اللي اتفقنا عليها انه هي E E S E O N S E Z E N T. وبعدها بيجي بحول الـ Y لـ E مع كل شي إلا مع النو والفو، يعني بيجي هيك بعمل، بحط انه هي تحولت هيك حتى ميزة وقت اكتبه إلا مع النو والفو. وهون كمان في عندي ملاحظة إنه هون عم حط جي أبوستروف. جيساي تيساي إيليساي. هون الأون مخربطة بالكتابة أنا. هون في خربطة، عندي خطأ إملائي. هيساي صلحه، فبتصير j'essaye tu essayes il essaye nous essayons vous essayez il essaye end. هون كأنه عم اقول essay، يعني كأنه بس y عم اقول بالاخير essay ما عم اقول end. utiliser بسيطات بحذف ال e وبعوض بالنهايات. عندي هلا هون ريبيتي هذا اخر فعل، هون بيجي عندي يا بنشوفه من ضمن الميت فعل. ريبيتي اخر فعل، في عندي اتنين اكسون، اول وحدة وتاني وحدة. الاول وحدة ما بقرب عليها بس التانية اللي بتتغير. اول شي بحذف الـ ER وبعوض بالنهايات. بعدين بجي بقول جو ريبيت بعكس الاو اكسون بكل شي التاني يعني الا مع النو والفو. فبتصير جو ريبيت tu répètes il répète nous répétons vous répétez il répète.
بهي الطريقة بنكون صرفنا الميت فاعل اللي نهايتهن او ايغ. بالفيديو الجاي ححاول صرف افعال المجموعة الثانية اللي نهايتهن اي ايغ، وفي كمان عندي افعال المجموعة الثالثة اللي نهايتهم بتكون او اي ار ار او اي ار. طبعا ما في لهم طريقة ثابتة، فبيجي انا بلجأ لهذا البرنامج وبحفظهم مثل ما هنن، مثل هيك venir pouvoir partir، منصرفهم بكتب لكم اياهم وبتحفظوهم مثل ما هنن. اهم شي عندي اياه هو انه انتو تحفظوا تصريف الميت فعل يكونوا قدامكم وتحفظوهم بشكل مرتب، انه المجموعة الاولى اير، المجموعة الثانية اي اير، المجموعة الثالثة هي الحالات البقيانة. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. بون سواري.